المدارس وأن أتينا إلى هنا لرؤية أو للوقوف على أوضاع بعض الناس الذين يسكنون في هذه المدرسة الذين تركوا منازلهم وأقاموا في هذه المدارس. مع كذا مشاهدين هذه الغرفة سابقا كانت عبارة عن صف يستخدم لتدريس الطلاب، الآن أصبحت غرفة تعيش بها إحدى العائلات. السلام عليكم. السلام. أخي أنت وأسرتك ساكنين هنا، ليش ساكنين بالمدرسة؟ سكنت لأنه أول شيء أنا مشرف عن الجيش السوري، الجيش الأسد الطاغي. تركت بيت لأنه قريب على المفرز أخذوه الجيش وتدمر. واضطريت أسكن بالمدرسة. بيتك غير أنه أخذوه الجيش انقصف بعدين؟ قصف. نعم. أول شيء قصفوه بعدين أخذوه وحرقوا كل شيء فيه. حرقوا كل شيء فيه؟ كل شيء فيه، أساس، لباس، كل شيء حرقوا، ما ضل شيء إني ما في محل يعني الواحد يقف فيه. طيب انتوا هون بالمدرسه شلون عم تدبروا حالكم؟ شلون عم تطبخوا؟ شلون عم تاكلوا؟ طبخ يعني شفت انا غاز بنفطر 5 ضيافة لحتى نحسن على بيتنا 100 ريال. نعم. طبعا شلون عم تحسبوا تطلعوا طالما هالحوالي؟ مخاطره بدك تضطر تعيش. انت عم بتخاطر انا بخاطر بفطر 5 ضيافة. فقط انت اجل تعبير، قديش بكلفك تعبير؟ 800 ريال. نعم 800 ريال يعني اكثر من 12 دولار تعبئه غاز لا يكفي لعده ايام. تعبئته اكثر من 12 دولار في سوريا. نعم طبعا شو عم تطبخوا في ظل انه مدينه الحوله الكل بيعرف انه اكثر من شهر مقطوع عنا طحين، شو عم تاكلوا؟ طبخنا يعني مقتصد على البرغل والرز. نعم من اجل نعم. تعالوا تعالوا ما كمان شايفون هذا الاختراع من الاختراعات هذه الحوله، لكن الان تماما هو واقع بسبب غياب مواد الطاقه كالغاز والبنزين والمازوت. هذا يسمى ببول. طبعا شاهدوا الناس تطبخ الشوربه في ظل غياب الخبز. شاهدوا ايضا يطبخون اللون كما تشاهدون. هذه هي احوال الناس في مدينه الحوله، ناس مهجرين يقيمون بالمدارس يقيمون طبعا بالمساجد، عدد منهم لا ابالغ اقول يقيمون بالشوارع. الناس الان في ظل غياب مواد الطاقه في ظل غياب غيرها طبعا بدأت تقطع الأخشاب كل شيء من أجل الاستخدام للتدفئة. لماذا كل هذا الصمت عن أحوال الناس وعن أحوال المدنيين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل عن كل صامت عن هذا الذي يجري. كل شيء رأيتموه بأمي أعينكم. شاهدوا هل هذه المعيشة؟ شاهدوا أين يضع الناس أرضيتهم. شاهدوا هذه طبعا هذه المقاعد تستخدم للطلاب، أسرة كاملة تقيمونها. شاهدوا أين يقومون بتعبئتنا شلون؟ شاهد. استحلفكم بالله هل هذه صالحه للشرب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه اوضاع الناس وهذه هي ماساتهم اليوميه ومعاناتهم اليوميه طبعا في ظل هذا الحصار وفي ظل هذا القصف المتكرر على مدينه الحوله.